السلام عليكم متابعي قناة نور جنات. إخواني دائما نأتيكم بالجديد. الآن سوف أقدم لكم يعني شقق جميلة جدا بموقع جميل تتواجد بالمحاميد بالقرب من حدائق الليمون. إخواني فهذه الإقامات هي إقامة أنس جوج، كيف تشوفوا فالإقامات يعني هذا هو الواجهة الأمامية للإقامة من واحد جهة. بالنسبة هذا فهو الشطر الثاني، الشطر الأول فانتهى يعني وجميع الشقق تم بيعها. هذا بالنسبة للشطر الثاني. هنا دخل ديال يعني عمارة من العمارات، كيف تشوفوا الإخوان الدخلة على الشكل التالي. تتشوفوا علم تدخل من الباب ديال العمارة على اليمين، تتصيب هذا بالنسبة للسلم ديال السكوريزم. كيف تشوفوا هنا بالنسبة فين تتواجدوا يعني عدادات الماء كذلك الكهرباء. لاحظوا أن هنا الشقق تشوفوا في هذا يعني كيف نقولوا هذا لاكور. هنا كيف تشوفوا الأسانسور يعني فالإقامات مازال يلا تيوجدوا. بالنسبة لهذه الإقامة لحد الآن اللي تصور لكم دابا منها فهي تقريبا منقوش منها منقوش فيها المنقوش فيها الشقق بزاف، يعني بقوا فيها تقريبا جوج ديال الشقق فيهم 52 متر، وكل شقة تقريبا كاينين في كاتريام ايطاج، وكل شقة فيها جوج بيوت وصالون، يعني جوج ديال الغرف وصالون. كيف تشوفوا هنا الدروج ديال باش تطلع للبرومي ايطاج ديال العمارة. هنا لانسانسور من جهة أخرى. فانا راح نحاول نركز نعطيكم جميع التفاصيل. هنا بالنسبه هنا تتواجد شقه انفاس وشقه، هنا تشوف الدخله ديال الشقه. هذه الشقه اللي غنصور لكم دابا فيها جوج البيوت وصالون، يعني شوفوا يعني هذه الدخله ديال الشقه، يعني مباشره كندخل من الباب على اليمين تتصب الصالون. لاحظوا هذا هو الصالون يعني ما صغيرش بزاف ما كبيرش بزاف، يعني متوسط. لاحظوا عنده كيف تشوفوا عنده يعني نافذة تتشوف في الشارع، يعني في الصالون فهو مهوي كيف تشوف هنا تتشوف في الشارع على برا. كذلك لاحظوا شوفوا بالنسبة للسقف فهو سامبل، يعني ديك الساعة اللي بغى يغير شي حاجة ممكن انه يغير. كيف تشوفوا فهنا مباشرة تندوزوا باش ندخلوا كيف تشوفوا بعدا كاين اول تشوفوا الجليد كدير فهو جليد يعني ممتاز ويعني مخدوم بطريقه جيده. هنا كيف تشوفوا كيف تندخلوا من الصالون تنصيبوا مباشره، هنا تنصيبوا الدوش اللي جاء على اليمين. لاحظوا الدوش فهو الدوش حتى هو ماشي صغير بزاف وما كبيرش بزاف فهو متوسط كذلك. كيف تشوف هاد الشقة تقريبا فيها 52 متر اخوان، يعني 52 متر اللي فيها جوج البيوتة وصالون، جوج البيوتة وصالون اللي فيها. لاحظوا فكيف تشوفوا الجليج ديال الدوش وديال بيت الراحة. هنا تشوفوا مباشرة غادي ندوزو نشوفوا بعدا كاين السقف، تشوفوا السقف كيف داير يعني ديال هنا تندوزو. هنا تشوفوا مباشرة غادي تكون لا كويزين هنا وحدها جوج ديال البيوت. لاحظوا هنايا لا كويزين حتى هي ما كبيرش بزاف. لاحظوا هنا فيها ثلاثة ديال يعني البوطاجي فيه ثلاثة ديال البيبان وباب صغير. هنا كذلك مثال بالنسبة ل انا تشوف النافذة انه وجدت عند نافذة تشوف في الشارع، يعني فهي مهوية بالنسبة للكويزين. لاحظوا بالنسبة للزليج الخاص ولا الفايونس بالنسبة ديال هذاك فهو مزيان، يعني فهاد الشقق فهم مازال يعني يلا تم الإصلاح ديالهم، فبقي الإصلاح تقريبا جديد. لاحظوا هنا بالنسبة للباركو كيف تشوف بالنسبة عفوا بالنسبة للزطاجير ديال الكوزينة. لاحظوا يعني الكوزين واخا يعني ما كبيرهش بزاف ولكنها زوينه في الشكل ديالها، يعني انا مشروعه في الخدمه. هنا كتبت شوف بالنسبه لللافافو ديال لاكوزين
انا مباشره نخرج من لاكوزين تندخلوا للبيت الاول، يعني الغرفه الاولى. لاحظوا حتى بالنسبه للبيبان، كنت تشوفوا البيبان فما يعني الخشب ديالهم زوين. هنا كيف تشوفوا عنده شرجم، لاحظ انها لي زابوطو ما عندوش الباركو باش تكونوا على هذاك، يعني ما عندوش الباركو، يعني فقط عندهم شراجم، كاملين عندهم شراجم. لاحظوا بالنسبه للقبص فهو سامبل. هنا كيف قلت لكم الباب، فهو جميل جدا، فهو من خشب جيد، حتى في اللون ديالو زوين. هنا مباشرة تندوزو للبيت، يعني الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية كيف تشوفوا، لاحظوا فتقريبا فهي شبيهة بالغرفة الأولى، يعني نفس الفايونس، نفس ذاك، يعني كذلك ستشوف تي تشوف عندنا نافذة. تشوف بالنسبة لهنايا، يعني بالنسبة للماريولي، بالنسبة اللي كاين على، يعني اللي كاين في بيت الناس، في بيت، يعني بيت النوم، كيف تشوفوا. كذلك هنايا مباشرة، يعني تشوف البيت ديال غرفة النوم، تشوف مباشرة في الباب الخارجي. يعني انا باش نعاود نعطيكم تاني، نعاود نوريكم مزيان الغرفة باش تاخذوا فكرة عليها مزيان. لاحظوا انا يعني كيف وريتكم في الاولى الصالون، يعني عاود صورته يعني بطريقة اخرى، يعني كي تشوف الصالون تشوف يعني في على برا. لاحظوا هنا غادي ندوزو الاخوان، بالنسبه غندوزو دابا هذه بالنسبه للغرفه اللي هذه بالنسبه للشومبر اللي في هذه بالنسبه عفوا بالنسبه للشقق اللي فيها ثلاثه البيوت او صالون، فهي تقريبا شبيهه بالغرفه الاولى اللي وريتكم، ولكن الاختلاف اللي كاين ان هذه المساحه ديال هذه تتكون ما بين 62 متر حتى 72 متر، يعني 62 متر حتى 72 متر، ولكن الثمن تيكون مختلف. ففي الثمن ديال هذه يعني تقريبا تكون عندك خاصك، هي الثمن ديالها 25 مليون، كاين تيقول خاصك 5 المليون على حساب، يعني حساب المتراج، اما تزيد 2 المليون، المهم من جوج المليون حتى 5 المليون. يعني ممكن انك تاخذ غرفه اذا كانت فيها 62 متر تقدر تخلص لها 27 مليون، اذا كانت فيها مثلا اكثر من مثلا وصلت 72 متر تقدر تخلص لها حتى 30 مليون. يعني فاش يقول لك واحد خمسة ديال المليون تكون هذيك تسمى حلاوه، يعني حلا بغيتي تاخد غرفه، بغيتي شقه فيها ثلاثه البيوت وصالون. لاحظوا فهي تقريبا شبيهه يعني بالشقه الاولى، لكن هنا المساحه ديال هذه كبيره وزيد عليها بغرفه. كيف تشوفوا هنا بالنسبه، يعني الكوزينه فهي كبيره كبيره مقارنه مع لاكويز الاولى، يعني فهي كبيره عليها. لاحظوا المساحه ديالها كبيره. لاحظوا فبالنسبه ل يعني السقف هو سامبل. لاحظوا يعني انا جيت نعطيكم جميع التفاصيل باش يعني الزوين والخايبه في هاد الغرف، باش تعرفوا شنو تاخذوا نتوما متابعيني الكرام. لاحظوا فهنا بالنسبه ل لي زيطاجير ديال لاكويزين. لاحظوا هنا فين تتكون، لاحظوا فين كاين لابابو. بالنسبة هنايا، هنايا الناتج، هنايا بالنسبة يعني ليطاجير التالت. فحقيقة بالنسبة لهذا الشطر كما قلت لكم اخواني، فهذا الشطر فهو سهلة، يعني بقاو فيه جوج ديال الغرف ديال 52 متر، يعني فهما اللي كاين في الكاتريام ايطاج هما اللي وريتكم في الاول. دابا هذه عطيتكم هادو بالنسبه لهاد الغرف هادو الباقين في الشطر الثالث. الشطر الثالث هو قريب من الشطر، من هاد الشطر هذا اللي كاين دابا، راه هو ملاصق معاه، هو اللي غادي نوريكم، راه كاين تقريبا نوريكم الصور ديالو، راه هو اللي تيتبنى دابا. يعني تقريبا الغرف كاملين، يعني الشطر تو كله كمل بالغرف، فقط تيبقى غير الفينيسيون. وديك الساعة، يعني ديك الساعة تمشي تختار الغرفة اللي بغيتي، فهو تقريبا باقي المشروع تقريبا كامل، يعني الشطر الاخر فهو يلا تقريبا يلا شي غرف قليلة اللي تاخدها منه، يعني باقي في البروميطاج، باقي في التشوسي، باقي في
باقي في دوزيام ايطاج تروازيام ايطاج كاتريام ايطاج، وكاين الغرف ديال ثلاثه، كاين شقق ديال ثلاثه البيوتا وصالون، وكاين شقق ديال ثلاثه جوج بيوتا وجوج ديال الغرف وصالون. هنا كتبت تشوفوا لاحظوا داك الشطر، لانه داك الشهر الشطر اللي قلت لكم حتى هو اللي انفاس معاه، راه هو هذاك الشطر اللي تيبان لنا دابا من النافذه، فهاد الشطر فهو انتهى، ما بقى فيه حتى شي غرف. وهذا هو اللي قلت لكم تنصور فيكم دابا، في باقي في جوج ديال الغرف اللي فيهم جوج البيوت وصالون. لاحظوا دابا هذا نموذج من 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 من, من الشقق اللي فيهم ثلاثه البيوت وصالون. فتقريبا الطريقه ديال الاصلاح فيها زوينه، حتى طريقه الصلاه فيها زوينه، رغم انه تقريبا ما عندوش الباركو، ما عندوش الباركو هاد الغرف هادو، ما عندوش الباركو. وديك الساعه ممكن اي واحد يمشي، من يمشي للمكتب البيع يعاود يسول مزيان، وممكن تقدر يكونوا غرف، يقدر يكون ماشي بعيد، يقدر يكونوا غرف ديال يكونوا شقق اللي عندهم الباركو، يقدر وياخذ مثلا شقه مثلا تكون كبيره مثلا فيها 270 متر، وخا يزيد واحد شويه، ولكن الغرفه الشقه اللي كانت كبيره في المساحه مع شحال، ماشي بحال الشقه اللي كانت صغيره. وكذلك يحاول مثلا يشوف مثلا الشقه تكون مثلا بحال شقه مثلا في الدوزيام ايطاج، ماشي هي في الريتش وسطي، بحال من الاحسن من ياخذ اما بروميي ايطاج ولا دوزيام ايطاج، حتى من ناحيه العلوم تكون واخا كي لاسانسو، بحال مرات لاسانسو اللي يقدر يكون خاسر، يعني ما تبقاش مثلا تمجي تهضي من هابط في الدروج الا كنتي واخد مثلا في 4 ايطاج، يعني دائما ياخذ من في بروميي ايطاج ولا دوزيام ايطاج. وانا دائما نفضل الدوزيام ايطاج فهو الافضل. لاحظوا هنا بالنسبه يعني الكولوار اللي تكون فيه الغرف، يعني تقريبا تكون فيه مثلا غرفه انفاس معنا، وواحد الغرفه كاينه على اليمين اللي تتصيب الغرفه الاخرى اللي كنا نصوروا فيها. مباشره تصيب الاسانسور، هنا تتصيب الدروج مباشره، كاين واحد النافذه كبيره يعني باش تدخل الضوء، بالنسبه للدروج، وكذلك بالنسبه للاقامه يعني بالنسبه للشقق. هنا بالنسبه للدروج كيف تشوفوا، فهنا بالنسبه لعدات الكهرباء كيف تشوفوا داكشي يعني تقريبا. فبالنسبه للخدمه فهي خدمه زوينه وعجبتني، انا خدمه متقونه، ما يعاب على هذا داك انه ما فيهمش الباركو، هذا هو ما يعاب على هذه الاقامات، على يعني اقامه انس جوج. ربما هادو اللي صورت فيهم ما فيهمش ربما الباكو، ربما يكون في وحدين اخرين. بالنسبه لهذا كما قلنا فهو السلم ديال السكوريزم، يعني في حاله من لما وقع شي حريق ولا شي مشكل، يعني يصيب بنادم من يخرج، ولا كان مثلا شي مشكل في الدروج. اخواني ما تبقى لي الا ان اودعكم، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.